بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. الحمد لله على فضله وإحسانه، أكمل لنا الدين وأتم علينا النعمة وهدانا الصراط المستقيم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، البشير النذير والسراج المنير، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها الناس، اتقوا الله تعالى واعلموا أن الله سبحانه وتعالى أنعم علينا بنعمة الإسلام الذي هو خير الأديان وأكملها وأحبها إلى الله سبحانه وتعالى، وأوصانا أن نتمسك به إلى الممات، فقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إن الإسلام ولله الحمد دين الاعتدال والوسطية، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، وأن هذا صراطي مستقيماً فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. إن هذا الدين وسط بين الغالي والجافي، والغلو حرمه الله ورسوله، وهو الزيادة، الزيادة في الدين عن الحد المشروع. قال الله سبحانه وتعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق. وقال سبحانه وتعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. فالغلو آفة خطيرة، كما أن التساهل في الدين آفة خطيرة، والشيطان يحرص على أن يخرج المسلم عن الاعتدال، إما إلى الغلو وإما إلى التساهل. فإن رأى من الإنسان رغبة في الخير فإنه يزين له الغلو ويزهده في الاعتدال ويقلله في عينه حتى يخرج إلى الغلو، وإن رأى من الإنسان تساهلا رغبه في التساهل والانحلال حتى يخرج من الدين. وقد قال السلف: دين الله بين الغالي والجافي. والغلو قد يكون في الدين بالزيادة، بالتشدد فيه والخروج عن الاعتدال، وأن يكلف الإنسان نفسه ما لا تطيق في العبادة. جاء ثلاثة نفر إلى بيوت النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة الرسول صلى الله عليه وسلم، فلما أخبروا كأنهم تقالوها وقالوا: أين نحن من رسول الله وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر؟ فقال أحدهم: أنا أصلي ولا أنام،
وقال الثاني أنا أصوم ولا أفطر، وقال الثالث أنا لا أتزوج النساء. فلما بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم غضب وقال أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أما والله إني لأتقاكم لله وأعلمكم به، وإني أصلي وإني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، ومن رغب عن سنتي فليس مني. والغلو قد يكون في الأشخاص بأن يرفعوا فوق منزلتهم ويجعل لهم شيء من العبادة، كما حصل للنصارى لما غلوا في المسيح عليه السلام وقالوا المسيح هو الله أو هو ابن الله أو ثالث ثلاثة، فعبدوه من دون الله بسبب الغلو فيه. ولهذا قال صلى الله عليه قال نبينا صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، يعني لا تغلو في مدحي وحقي كما غلت النصارى في عيسى فمدحوه ورفعوه فوق البشرية إلى منزلة الربوبية والإلهية. إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. فهو صلى الله عليه وسلم عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع عليه الصلاة والسلام. وكذلك الغلو في الأشخاص حمل قوم نوح على أن غلوا في الصالحين حتى عبدوهم من دون الله، ولما جاءهم نبي الله نوح عليه الصلاة والسلام ونهاهم عن عبادة هؤلاء وأمرهم بتوحيد الله قالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا، فتمسكوا بشركهم وغلوهم والعياذ بالله وعصوا نبي الله نوحا عليه السلام. والغلو أيضا في الأشخاص هو الذي حمل القبوريين من هذه الأمة على أن بنوا على قبور الصالحين وعبدوهم من دون الله، استغاثوا بهم في الملمات وذبحوا لهم ونذروا لهم وطافوا حول قبورهم وعكفوا عند قبورهم، كل ذلك بسبب الغلو في الأشخاص، غلوا في هؤلاء حتى عبدوهم من دون الله عز وجل. والغلو في الدين هو الذي حمل الخوارج على أن خرجوا على المسلمين وتشددوا في الدين حتى آل بهم الأمر إلى أن كفروا المسلمين واستحلوا دماءهم، فقتلوا الخليفة الراشد عثمان رضي الله عنه وقتلوا الخليفة الراشد علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وحاولوا قتل غيرهما من الصحابة وكفروهم، كل هذا بسبب الغلو. والغلو يسبب الخروج على ولاة أمور المسلمين وشق عصا الطاعة وتفريق الكلمة كما حصل من الخوارج، فإنهم شقوا عصا الطاعة وحاولوا تفريق كلمة المسلمين واستحلوا دماءهم وأموالهم، فهم يقتلون المسلمين ويتركون المشركين كما قال صلى الله عليه وسلم في وصفهم يقتلون أهل الإيمان ويدعون أهل الأوثان. فالخوارج على امتداد تاريخهم من أولهم إلى آخرهم ما قاتلوا المشركين وإنما يقاتلون المسلمين، وسبب هذا هو الغلو في الدين
ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالواجب على المسلمين أن يتبصروا بدينهم، فالعالم يبين للناس ما هو الدين الصحيح وما هو الغلو والتشدد الممقوت المذموم، والعامي والمتعلم يسأل أهل العلم. قال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. والغلو يحمل على آفات كثيرة غير ما ذكرنا، يحمل أن الإنسان يقنط من رحمة الله ولا يرى أن ولا يرى أن للعاصي توبة. فقد كان رجل ممن كان قبلنا يرى أخاه على المعصية فينهاه، ثم يراه مرة ثانية فينهاه، وفي النهاية قال: والله لا يغفر الله لفلان. قنط من رحمة الله عز وجل. قال الله تعالى: من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان؟ إني قد غفرت له وأحبطت عملك. فهذا قنط من رحمة الله وقال كلمة أفسدت عليه دنياه وآخرته، ولا حول ولا قوة إلا بالله. والسبب في ذلك هو الغلو، والغلو يسبب أن الإنسان ينسلخ من الدين لأنه لا يصبر على التشدد، نفسه لا تصبر على التشدد والتعب الشديد الذي ما أمر الله به، فيترك العبادة في النهاية. وكم من متشدد زاغ وضل عن سبيل الله. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: إن المنبت لا ظهراً أبقى ولا أرضاً قطع. شبه الغالي في دين الله بالمسافر الذي يتعب راحلته بالسير ويشق عليها فتموت في أثناء الطريق، فيبقى لا هو قطع الطريق ولا سلمت له راحلته. فكذلك الغالي في دين الله ينقطع والعياذ بالله ويترك الدين، فلا هو الذي استمر على دين الله ولا هو الذي سلم له دينه ولا هو الذي وصل إلى الله عز وجل وإلى جنته. فخاب وخسر بسبب الغلو في دين الله عز وجل. فالواجب على المسلمين أن يتبصروا في دينهم وأن يعبدوا الله على بصيرة، وألا يتجارى بهم الهوى والشيطان إلى الغلو الذي أهلك من كان قبلنا. نسأل الله العافية والسلامة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعنا بما فيه من البيان والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على فضله وإحسانه، الشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الناس اتقوا الله تعالى. وإذا كنا حذرنا من الغلو فإننا نحذر من التساهل، لأن هناك أناساً كثيرين تساهلوا في دين الله، ارتكبوا المحرمات وتركوا الواجبات واتبعوا الشهوات، ويرمون من تمسك بدينه وسار على الوسطية بأنه متطرف وأنه من أهل الغلو.
وكم نقرأ في الصحف من مقالات هؤلاء المنحرفين الذين يرمون المسلمين والمعتدلين، يرمونهم بالغلو والتطرف، ويريدون منهم أن ينحلوا من الدين، ويسمون الانحلال من الدين والأخلاق، يسمونه بالتقدم والرقي والحضارة والسير في ركب الدول المتحضرة، ويسمون التمسك بالدين والسير على المنهج القويم بأنه تعصب، وأنه تأخر، وأنه رجعية، إلى آخر ما يقولون. فنحن نحذر من هؤلاء كما نحذر من الذين غلوا في دين الله، فهم على طرفي نقيض، والمسلمون ولله الحمد وسط بين الغلو والتساهل، وهذا هو المطلوب. ولكن هذا يا إخوان يحتاج إلى تفقه في دين الله. إنما أوقع الخوارج وأشباههم عدم التفقه في دين الله، وعدم الرجوع إلى أهل العلم، واقتصارهم على فهمهم وعلى بني جنسهم، وتركوا الصحابة والتابعين وعلماء السلف، واحتقروهم ولم يرجعوا إليهم، فسبب لهم ذلك الغلو، وسبب لهم ما سبب من المحاذير العظيمة والشرور الكثيرة. فلا يفقه في دين الله ويعلم الغلو الممقوت من التساهل المذموم إلا أهل العلم وأهل الفقه وأهل البصيرة والاعتدال. والله جل وعلا يقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فالواجب علينا جميعا أن نمسك ألسنتنا عما لا نعلم، وأن نسأل أهل العلم. قال الله جل وعلا: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. قال سبحانه: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فالواجب على المسلم أن لا يتكلم إلا بعلم صحيح، وإلا فإنه يمسك لسانه ولا يخوض فيما لا يعلم، ويسأل أهل العلم حتى يكون على بصيرة من دينه، فلا ينحرف مع المنحرفين. نسأل الله الثبات على دينه. ثم اعلموا عباد الله أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة، وعليكم بالجماعة، فإن يد الله على الجماعة، ومن شذ في النار. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد، وعلى خلفائه الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، على التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمناً مطمئناً، وسائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم كف عنا عدوان المعتدين وظلم الظالمين وكيد الحاسدين. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بسوء فأشغله بنفسه. اللهم من أراد هذه البلاد وأهلها بسوء فأشغله بنفسه، واردد كيده في نحره، واكفنا شره. اللهم احمي جميع أوطان المسلمين من كل ملحد وطاغوت. اللهم رد كيدهم في نحورهم، واكفنا شرورهم. اللهم شتت شملهم، وخالف بين كلمتهم، واجعل بأسهم بينهم. اللهم سلط بعضهم على بعض. اللهم مزقهم كل ممزق.
اللهم أضعف قوتهم التي غرتهم، اللهم أضعف قوتهم التي غرتهم، فإنك على كل شيء قدير. اللهم أصلح ولاة أمورنا، اللهم أصلح ولاة أمورنا، اللهم أصلح ولاة أمورنا، اللهم ولي علينا خيارنا، واكفنا شر شرارنا، اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين، اللهم أصلحهم واجعلهم هداة مهتدين، اللهم أصلح بطانتهم وجلساءهم، اللهم أبعد عنهم بطانة السوء والمفسدين، اللهم أصلح شأن المسلمين في كل مكان، وولي عليهم خيارهم في كل مكان يا رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. فاذكروا الله يذكركم واشكروا نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.